قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. هذه القناة اللي دا أشوفه قدامي المشتركين في البث وأي فيديو ثاني أو أي شيء، هم نفس الشرفاء اللي دائما معانا بالبث، ونفس الشرفاء اللي أشوفهم يعلقون وحطون لايكات، ونفس الشرفاء اللي على منهجنا اللي هو أساس القناة بأن تكون حر، حر بدينك، حر بنفسك، حر بأخلاقك، حر ما تابع لأي جهة، حر ما تابع لأي شخص، وعبد لبشر. فهذول اللي عندي اللي دي يعلقون ودي يشاركون ودي يحطون لايك أو كذا، هم هذا أصل القناة. أما الباقين ف99.9 هم مجرد ذيول نايمة في هذه القناة، عملها الوحيد التبليغات والديسلايك، ويصورون بأنه هذا إنجاز لهم، ويتصورون بأنه عملوا كذا، ويتصورون بأنه راح يخلون لطيف يحيى يسكت، ويتصورون بأنه هذا إنجاز يقدموه للمطي دازهم. نجي على ساقط لهذه الليلة، بهذه اللهجة راح أبدي الجزء الثاني لهذه الليلة اللي صدق راح تصير مقدسة. حبيبي حمد، نورت ووصلت في الوقت المناسب لأن مفعول الجر يشتغل. فاللي ما يريد يسمع من الذي والش راح أحكي، خلي يطلع ويعزل ويشلع. وإذا تريد تسمع وتوصلها لقصطة مالتك أنت بكيفك. طبعا أريد أبلش حتى لا تقول لي أنت تشلبت بفلان أو علان، لا، أريد أبلش بجراوي والقرون مال عدي صدام حسين، هم راح أقول الله يرحمه لأن مات وعاف. هذول الجراوي اللي يتكلمون بالوطنية وبتحرير العراق وهم كلهم يشتغلون للميليشيات. فكل ما لطيف يتكلم لكلمة، يعني أنا من تكلمت على رغد صدام حسين، أنا تكلمت كعراقي. أولا الحكم مو وراثي عندنا بالعراق، وثانيا من هي رغد لولا صدام حسين، وثالثا والأهم شنو عملت رغد مدة 20 سنة وهي في المنفى إلا التويتر، وكل ما يريدوها تطلع بالإعلام يلا طلعي احكي لك حشايتين حتى تخوفين اللي موجودين بالعراق وتروح تقعد ببيتها، وصدق الله العظيم. بس الخرفان مالتها ما يقعدون راحة إلا لطيف يطلع لهم 44 ويأكل لهم جري وينزل لهم. اليوم اجاني رابط من مدير القناة يقول لي تفرج هاك دحج بحلج. يا بل ادحج، من هو؟ ضياء القواد، عفوا الكواز، اللي هو القندرة ما ظافر اللي كان ويا عدي وبعد السقوط أو الاحتلال طلع هو وعلي وجماعة عدي هاي الشلة، طلعوا على قناة العربية قبضوا لهم كم فلس، شعلوا عدي وشعلوا كل عائلة الرئيس الله يرحمه. وهسه مواطنين صالحين ووطنيين ودي يمشون بهذا الأمور. فظافر عود صاير
البطل القومي وهو باعتباره سكرتير السيدة رغد صدام حسين. زين السيدة رغد صدام حسين والطلي المطيع لها، وهذا يغير جلده مثل ما يغير الحرباء. وهذا مو أنا أقوله بل المقربين. فالفيديو أنا شفته اليوم منو ضياء القواد أو الكواز جايب منو أديب شعبان السكرتير الصحفي للأستاذ عدي صدام حسين. زين هو كل هذا على مود لطيف يحيى، لا طلع ماكو يعني احنا كنا قاعدين بجنة. المهم عدي ما يعذب، عدي ما عمره سوى شيء، اي صح تمام اي صحيح والله يما توني سمعت منك. المهم افتر افتر عرفت النهاية شنو لطيف يحيى. فبدأ الاستاذ هذا شو اسمه اديب شبعان، والله انا ما اريد اذكر اسماء، وهذه بطريقة ماكو الاعلام على اساس الاخلاق والادب والمعرف شنو، انا ما اريد بس اني اتحدى لطيف يحيى، وانا خبير معرف شنو، وانا فنان، وانا مصور، وانا 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 نفس فرس النهر. وهذاك ابن سير القيوة، ليش اقول القيوة لان انا كردي فاحنا نستعمل قيوة. زين يقول له اي واي واي ويدفع بي. فاريد اعرض لكم بصمة الصوت رغم اختلافي مع نمير اللي كان مع عدي صدام حسين الى السقوط. كيف بداية اديب شعبان كانت حتى يوصل الى عدي صدام حسين؟ زين كيف وصلوا اديب شعبان الى عدي صدام حسين على لسان مرافق عدي صدام حسين؟ اريدك تفتح اذانك وتستمع الى مرافق عدي صدام حسين كيف جاب اديب شعبان الى عدي. اديب شعبان قصته طويله، كان لا شيء. لا تسمعون؟ بعد هروب عباس الجلالي احنا قدمنا كان قبل بدارينا بالاعداد والترتيب وصبغنا الامور. يقول اديب شعبان كان لا شيء بس كان يرتب لنا القعدات والمزمزات. زين يعني دي يتلوق ايه بالضبط على صوت نمير. زين واحنا اسمع ايه كان من ضمن الشلة يعني ما الظافر. اسمعوا بتسمعون؟ بس بعد هروب عباس الجلالي ايه؟ احنا قدمنا كان قبل بدارينا بالاعداد والترتيب وصبنا بالامور. من ضمن الشيء ما ظهرت. فيا استاذ شعبان يا من تتكلم بالاخلاق وتحاول تلميع صورتك والاستاذ والمعرف شنو وتقول انت نزيه وانت كذا بال 44 اللي برجلي، بال 44 اللي برجلي ابوك لابو ضياء القواد. زين اما ظافر فقلت له يعني قبل وهسه هذا هم في بث مباشر يا أخي، يعني أنا أطلق كلمة أخي حتى على عدوي. يا أخي استشنوا خياساتكم ترى كلها عندي، أقسم بالله
عندي ملفاتكم وتسجيلاتكم وحفلاتكم كلها عندي، بس انتو بالنسبة الي ما تسوون الكلب اللي عندي بالبيت ومحشوم الكلب. اقعدوا استكنوا، دا تلغفون فلوس بذاك الوقت وبهذا الوقت. ذاك الوقت مستفادين وبهذا الوقت مستفادين. يا ظافر انت مو معين هذا ضياء القواد الكواز بألمانيا وتدز له كم 100 يورو كل شهر؟ زين الكواز هذا ايش عنده؟ يعني من تباوع عليه الاطفال يترس لك الشاشه، وهم ملفه ان شاء الله يطلع شلون كان يقود الوطبان وشلون وصل الى وطبان. مو قلت لكم اليوم ما بها اي خط احمر، كنت احترم اقول كافي كافي كافي، بس ما يجون للطريق. فانتوا جبتوها لنفسكم راحا على الوالد والديكم وان على ابوكم يا ابو اللي يوقف وراكم، لابو كل من يحاول يجيب طارية بالسوق ويسوي له فيلم علي. احكي علي بس احكي لي من تقدم لي فتشي، ما تقعد تلفق، ما تقعد تقص. انت شوكت جيت يا شعبان ويا عدي؟ ورا ما اني طلعت طبعا ما راح تشوفني. زين اوف هذه ظافر ظافر راح اعطيك هذه التسجيل من حلق صاحبكم وشنو شغلك كان، وهذا راح يكون اخر شيء حتى تجر كلابك. زين ذاك اليوم من قلت لك عوفني لان انا عايفكم وما لي شغله بيكم، اكو امور ثانيه لازم امشي بيها، فانتوا تحاولون بهذا اسلوبكم ترجعوني الكم حتى أن على والديكم وأطيح حظكم وبالأربع أربعين أرجعكم وأفضحكم. ولو أنتوا شيهمكم هو اللي شاد قرون ولمع بيها 24 ساعة شحكي وياه، راح أعطيك هذا التسجيل من صاحبك اللي كنت وياه واللي يعني هو راح يحكي أنا مالي شغلة. اسمع خلي ولي شو جبوا له من قريت ظافر محمد طلعت لي كنت اتاكد اخاف من غيره. اذا ظافر محمد جابر هو انا ما احكي ظافر، هذا من احد الاصدقاء للسد عدي. اسمعوا اسمع هذا كان قبل نحكيها بالعدل الضمضم. اسمع اسمع هذا من الجماعه اللي كانوا يجيبون بنات ها يسوون الجلسات السائيه والضيوف. هذا ايه اسمع اسمع يوم بيداء ايه مو نعرفها هاي السوالف كلها نعرفها بعد هذني كانوا ضيوف. نعم ايه هذا الله شاهد عليها سناء عبد الرحمن العاني. ايه يا بعد انان عبد الرحمن العاني هاي زوجته يعني هسه عرفت من تقول انت تجيب طاري عرض انا ما اجيب طاري عرضك. هذول جماعة المقربين لعدي، هذا المرافق الشخصي لعدي صدام حسين، مو أنا دا أحكي. اللي تقول لي تهددني والله أنا جماعة المرافقين بالحماية وراح نطلع عليك، اطلعوا 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 وأراويكم تقولون بعد يعني تكفرون باليوم اللي انخلقتوا بيه. لك بابا زمانكم راح، هو أنا بالعراق شنو الدايس على راسك لو تنكر، بس شو أسوي؟ هو هذا الزمان اللي خلاك أنت وغيرك وفرس النهر وسليمان جدرية يشيخون وضياء القواد اللي في ألمانيا. بالمناسبة أنتوا شايفين ضياء القواد؟ والله اليوم الضيف يقول معايا
محمد هذا الوائلي مصلح الوائلي ما اعرف شنو على معارضة عراقية. تعرفون هذا اللي يقول انا فضحت السادة وفضحت ما اعرف شنو، شو اسمه هذا اسماعيل مصلح الوائلي صح؟ تعرفون منو هذا؟ هذا متزوج بنته الضياء القواد. اللي ما يعرف هذه المعلومة خليه يعرفها هسه، يعني جايب نسيبه يسوي مقابلات وياه ويغش الناس، وهي هاي كلها يعني ما تباوع مع هو هذا اليوتيوب هيك صاير زين. وتحكي وياه يقول لك انا مناضل زين، ما سمعنا مناضل، ايش عندك انت مناضل بالمانيا؟ وهذا ضياء القوات معروف مو اني، جماعة بالشرطة بالداخلية حكوا وياي ودزولي بصمات صوتية عليه ودزولي أوراق تثبت منه هذا الشون كان يقود، حكوا صوت وصورة وقالوا لي نطلع وياك. فما طول انتو فتحتوا الجبهة فانتظروا شنو راح يطلع من عندي، فانتظروا شنو اللي راح يطلع من عندي. قلت لكم يا ناس يا عالم اتركوا لطيف يحيى، يعني عايفين هذا الخايس ابن الخايس بامريكا اللي هتك اعراضكم، هتك اعراضكم وعرض الرئيس اللي تقولون احنا صدام حسين واحنا نمشي ورا صدام حسين، هتك عرض الرئيس ويسبكم وناعل والديكم ليل نهار، ما رحتوا عليه؟ وين بطولاتكم؟ لو جايين بس علي، لأن أنا دائما أحترم حتى العدو، أحكي وياه يعني بهدوء بأخلاق، بس المقابيلي يتصوره ضعف من عندي، يتصوره بأنه لطيف ضعيف ما يعرف يجاوب، والله راح نطلع الحماية والمرافقين، ولكم انتو كلكم كنتوا قواويد، منو بيكم ما كان قواد؟ منو بيكم ما كان يجيب بنات؟ اتحداكم اتحداكم. تعرفون شنو تحجون وتسولفون؟ بابا عوفو لطيف، انا لساني زفر وما عندي لا دولة ولا خرية ولا ورايا ست رغد وست علان ما عندي، أنا ما طولي إنسان حر وما حد منتظر منه لا دولة ولا سفارة ولا نعالات، أنتظر إيش وقت ينزل بالحساب مالي القدية اللي أنا قديها منهم فأطب بعيونكم وبعيون أبهاتكم. فهذا هي كانت أحد الصديقات زين، أنا ما أحكي اسمع عبد الرحمن العاني، ايه انا ما لي شغله، هذا صاحبك اللي يحكي. هاي زوجته هي كانت احد الصديقات زين، انا ما حكيت هو كان يتكلم شغلات تجاريه وكذا، بس بنفس الوقت هذا الموضوع ماله. بعدين صارت شغله اسمع اسمع شوف هذه رسالتي الأخيرة إليك، بعدها أجيب المرافقين أجيب الحماية أجيب النعالات اللي عندك وأطلع، بس راح تنتظر من عندي كل شيء صوت وصورة هالمرة، صوت وصورة. خليني دا أشتغل بطريقتي بعيد عنكم، أنتوا سووا اللي تسووا بس لا تجيبون طارية، روحوا شو تسوون سووا طاري لا تجيبوا. مرة ثانية هذه طبعا التسجيلات والفيديوهات عندي موجودة وتحملا، مو تهديد ولا أبد، بس دا أقول لك جوز دا أحكي لك باحترام، جوز وقعدوا عوفوا لطيف يحيى انسوه، مو بعد
30 سنة ما أدري 20 سنة جايين هسه تذكرت لطيف يحيى، لأن ما صار ذيل بيتكم وتلعبون عليه واسترغت وما عرف منه دروح راح حظك وحظ الست مالتك واللي مصدق بيهم. ما هذه خواتها الله يستر عليهن وأمهم الله يستر عليها وطول بعمره قاعدين انتهى حكمهم، أخذوا الأمر الواقع، الحكم انتهى، قعدوا ستروا على أولادهم أحفادهم وقعدوا. لا إلا ذيك يا بأقسم بالله لو الرئيس صدام حسين قاعد هسه وعايش إلا يملص رقبة رغد هي وبناتها بنات الخان حسين كامل اللي تقول لولا حسين كامل كان ما بنى العراق. اي صح. فقعدوا وهذا اخر شيء راح اقول لكم اياه بعد ما جاوبكم، راح اعرض اللي عندي واللي تريدوه سووا. انا ما جاي منكم ولا جاي بطاريكم انتقد رغد، من حقي دا تفتهم، من حقي انا عراقي من حقي، هي مو بت رسول الله ولا بت هو رسول الله يسبوه، هذا الله اللي خلقنا يسبوه. مسيت الانبنا شلون تحكي على الست؟ ليش ما احكي على الست عيني؟ الست ماتك مو ماتي، مالتكم انتم مستفادين منها، مستفادين من اسمها. يلا خلي انت اطلع وخلي الست رغد ماتك تطلع وتقول زوج بتها ويا يا ميليشيا يتفق، وهذه السيارات المصفحة شلون تدخل هو ويا من كله عندي. تريدون تعلنوها حرب مثل ما يقولون نحن لها، اقسم بالله لا اعريكم من الاردن هنا لحد بريطانيا هذه الموالية وبالتحديد لندن المظلومة، وحق الله اعريكم تعري والحسابات والفلوس مالتكم اللي تتناقل كلها طلعها. فعوفوا عوفوا روحوا على غيري، روحوا على غيري لعبوا وياه، اني اكلكم جري وحلق زفر انعى الوالديكم، ما عندي اي رحمة بيكم يا من ما رحمتوا هناك بذاك الوقت وما قاعد هم ترحمون هنا. أنا وحق الله عدت تهددني والله انا اخذت جواز اماراتي، واذا اخذت جواز اماراتي حي الله للامارات، بس وحق الله خليه يسحبوا بعد. فروحوا بحالكم، عوفوا لطيف بحاله، انا دا اشتغل شغلي ودا اعرف ويا من دا احكي ويا من دا اطيح حظه ويا من اتعامل. تريدون تسوون لطيف ولطيف ولطيف، لان اذاكم لطيف داس على ذيولتكم، لطيف ما عنده شيء خط احمر او تاج وراس وما اعرف شنو. ارجع واقول انا احترم واحب الرئيس صدام حسين، الرجل موقفين عمله معايا وانقذ عائلتي، أنا مالي شغلة دكتاتور. الرجل اللي واحد يسوي له خير حتى لو كان مجرم، بس لازم يذكر الخير اللي سواه هذا المجرم. ليش ما قاعد تستوعبوها؟ ليش ما قاعد تفتهموها؟ ما قاعد تفتهم لا أنت ولا ابن فخرية. هسه ابن فخرية فد شوية هم استلمه. فهذا آخر رسالة أخوية لكم، عوفوا لطيف وحده. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.